يقف الجندي القناص محمد المالكي أمام قصة عشق وولاء لأرض هذا الوطن والذود عنه على الحد الجنوبي. محمد الذي عاصر أحداثا عدة أثناء خدمته العسكرية دفاعا عن دينه ومليكه ووطنه، يعود لمسقط رأسه ومعه هذه القصة البطولية. أحمد الله سبحانه وتعالى أنني كنت أحد جنود الوطن في معتركات كثيرة والحمد لله. فأنا يعني عاصرت كذا حدث دفاعا عن الدين والوطن والحمد لله أني كنت أحد الجنود الحمد لله. الحرب رجعت أنا تأثرت الإصابة وكان عندي من آثار الإصابة فقد سمع كامل، وكان عندي شلل في جهة اليمين، تنمل في الأطراف، ارتجاج في المخ، ضعف في النظر، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بتطور الطب في المملكة العربية السعودية تلقيت العلاجات وأجريت العمليات اللي بفضل الله سبحانه وتعالى بعدها عدت للمزرعة. على خطى آبائه وأجداده واعتزازا بما ورثه منهم وبمسيرة عطاء جديدة، رسم محمد مساره الخاص في عدة مجالات كالاهتمام بالمجال الزراعي والإرشاد السياحي والعمل التطوعي. طبعا أنا عاشق التراب هذا الوطن، لذلك بعد ما حلت للتقاعد كنت أتمنى أني أخدم الوطن في أي مجال. أنا أعشق الجبال وأعشق الطبيعة وأعشق المشي وأعشق، لذلك التحقت في دورات في وزارة السياحة، الآن صارت وزارة ما شاء الله، وحصلت على دورات في وزارة السياحة. بعد كذا التحقت في دورات ومشاركات في الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج، وبفضل الله أصبحت مرشد هايكينج. عزيمة بشموخ الجبال الذي استمد منها قوته وثباته وبإيمانه الراسخ بأن التضحية في سبيل هذا الوطن شرف لا يضاهيه شرف وواجب لا يتوانى عنه مهما كانت الظروف. من مركز القريع بني مالك بمحافظة ميسان، محمد الثقفي، الإخبارية.